جيش الاحتلال الإسرائيلي مستوى التأهب تحسبا لرد إيراني على الغارات التي استهدفت مطار التيفور العسكري السوري. وذكر الإعلام الإسرائيلي أن التأهب العسكري خاصة على الجبهة الشمالية يأتي بينما تتوقع أوساط عدة قيام الولايات المتحدة بشن ضربات ضد مواقع في سوريا. في السياق ذاته قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كشف خلال اجتماع أمني أن واشنطن ستوجه ضربة عسكرية للنظام السوري ردا على الهجوم الكيماوي الأخير في دوما السورية.